بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هذا النشاط تاتي في اطار الدوره السابعه للابواب المفتوحه التي ينظمها كل سنه حزب العداله والتنميه بفاس. الهدف منها وهو الاطلاع ديال الساكنه وديال عموم الراي العام الوطني والمحلي على العمل ديال حزب العداله والتنميه على مستوى مدينه فاس من مختلف المواقع التي يتواجد فيها، سواء العمل على مستوى الحكومه او على مستوى الجماعه وعلى مستوى الجهه وعلى مستوى مجلس العمل. تتكون فرصه من اجل تقديم التوضيحات حول التساؤلات ديال المواطنين، شنو اللي دار شنو اللي ما دارش. هذه السنه هذه اليوم وفي هذا الحضور بدينا المهرجان بواحد المهرجان ديال التضامن مع الشعب الفلسطيني باعتبار الهجمه التي يتعرض لها كل الفلسطينيين من طرف الكيان الصهيوني الغاصب الذي يقتل الاطفال والنساء والشيوخ ولا يترك لا يرقب الا ولا ذمه في اي احد. فهذا المهرجان كان فيه هذا الجانب هذا، والابواب المفتوحه ستتواصل غدا السبت وغدا وبعد غد الاحد بمجموعه من الفعاليات، سواء على المستوى ديال مدينه فاس او على المستوى ديال الاحياء وديال المقاطعات ديال المدينه في تواصل مباشر مع المواطن. هذا اللي كان هو انا نقول لك التعليق ديالي، خصنا نكونوا مسؤولين. شنو تنعني بالمسؤوليه؟ وما نفقدوش البوصله وما نفقدوش الاهداف ديالنا. اليوم نحن في معركه مع بعض الدول وبالاساس الجاره اسبانيا اللي هي لم تحترم العلاقات ديال الصداقه والعلاقات ديال الجوار والمصالح المشتركه التي تجمعنا معها منذ زمن، ولم تعي جيدا بانه المغرب حريص على السياده ديالو، حريص على الوحده الترابيه ديالو، حريص على القوه ديالو، ولا يمكن باي حال من الاحوال ان تكون هذه الامور موضع مساومه. اسبانيا خصها تختار الى تعتبر بانه المصالح ديالها مع المغرب، ونحن نعتبر بانها مصالحها مع المغرب، الى تعتبر بانه الامن ديالها، الاستقرار ديالها، الجوانب الاقتصاديه والمصالح الاستراتيجيه والكبرى لها مع المغرب، خصها تعرف بانه المغرب خصها تقدره وتحترمه. وهذا الشريك اللي هو اولا هذه دوله محترمه موثوقه، وما يمكنش المغرب يقبل باي حال من الاحوال ان تقوم دوله جاره باستقبال واحد الشخص اللي هو مجرم حرب، اللي هو معادي للمغرب، اللي هو يقود واحد الميليشيات واحد العصابات اللي هي تعمل ضد المغرب وضد مصالح المغرب وضد وحده المغرب، ان تستقبله بهذه الطريقه المخفيه المزوره، وان لا تراعي حسن الجوار وان لا تراعي المغرب. وبالتالي انا بالنسبه لي ما يقع في الشمال ديال المملكه، ما يقع في الشمال المملكه بالنسبه لي للجميع، البوصله ينبغي ان تكون هذا واحد الموضوع اللي هو بالدرجه الاولى المستهدفه فيه هي اسبانيا. المشاكل الاجتماعيه التي ما يمكن حتى شي واحد يجي يقول لنا ودي بين عشيه وضحاها، في 18 ماي ولا في 19 ماي عاد بانوا المشاكل الاجتماعيه ديال المغرب. وبالتالي انا تنطلب من جميع المغاربه، من جميع المسؤولين السياسيين والحزبيين، ان لا يخطئوا الهدف. المشكل راه ماشي مع السياسات الاجتماعيه، المشكل راه ماشي مع الحكومه، المشكل راه ماشي مع خصم سياسي ولا حزبي، المشكل مع اسبانيا. وبالتالي خصنا نكونوا واضحين، المشاكل ديالنا الداخليه عندها المكان ديالها وعندها الوقت ديالها، والا فغادي نخرموا هذا الاجماع اللي هو كان دائما حول القضيه الوطنيه، واللي تمثل في الموقف ديال الاحزاب السياسيه في البلاغ المشترك فاش المغرب يعني وجه رساله قويه لاسبانيا، دعمتها الاحزاب السياسيه الممثله في البرلمان، دعموها البرلمانيين في جلسات، دعموها المواطنين. اليوم ان تخرج بعض الاصوات النشاز اللي تقول ودي ما يقع هو نتيجه ديال السياسات الاجتماعيه ديال الحكومه، تنعتقد بانهم اخطاوا الهدف. ما تنقولش بانه ما كايناش مشاكل اجتماعيه. شوف هذاك الشيء وضع مؤسف، هذاك الشيء وضع مؤسف، وخصنا نتحملوا كاملين المسؤوليه ديالنا. غير انا تنبغي نبين بان خص الانسان ما تختلطش عليه الامور، ما يوقعليهش الغبش في النظره ديالو. عندنا واحد الاشكال كبير اليوم مع اسبانيا باعتبار السياسه التي تنتهجها تجاه المصالح الكبيره ديال المغرب. هذا الوضع، هذه الخصومه اللي عندنا اليوم، وهذه الازمه اللي عندنا اليوم مع اسبانيا،
خصنا كيف ما كنا. هي شنو هي السبب ديالها؟ السبب ديالها هو المعركة ديال الوحدة الترابية، السبب ديالها هو الصحراء المغربية. هاد الوحدة الترابية والصحراء المغربية كانت دائما محطة إجماع، كانت دائما ما تنخلطوش فيها الشأن الداخلي بالشأن الخارجي. خصنا نبقاو هذه معركة خارجية، معركة فيها ديال المعركة ديال الوحدة الترابية، معركة ديال الصحراء المغربية، خصنا نبقاو فيها على قلبي على قلبي على قلب واحد ونعالجوها. الإشكاليات الاجتماعية والمشاكل الاجتماعية والهجرة والهشاشة وهذيك هذه ليست وليدة اليوم ولن تنتهي اليوم، ومشي بين عشية وضحاها اكتشفوها. شوف اللي بغيت نقول، خصنا نعرفوا شكون الخصم اليوم. واش الخصم هي الحكومة وهي السياسة الاجتماعية، هو واحد الحزب معين، ولا الخصم هو اسبانيا في معركة قوية؟ هذا لا يعني انه من تداركوش او لا نستدرك او لا ننتقد على السياسات الاجتماعيه، غير هي هذه السياسات الاجتماعيه ماشي هي ديال البارح. هاد المغاربه مثلا اللي هما عندهم ملاحظات على بلادهم ولا اللي تيعيشوا اوضاع اجتماعيه اللي هي غير صحيه، ليسوا نتيجه سياسات اجتماعيه ديال هذه الحكومه ولا التي قبلها. وبالتالي لا، انا بالنسبه لي الرساله واضحه. لا شوف، الخصاص الاجتماعي هو خصاص حقيقي، والا ما كانش غادي يكون هذا الورش ديال الحمايه ديال تعميم الحمايه الاجتماعيه، ما غيكونش الورش الكبير ديال المعالجه ديال الفوارق الاجتماعيه والمجاليه. الخصاص الاجتماعي حقيقي، انا لا انفي الخصاص الاجتماعي ولا انفي بانه هذيك المشاهد هي محزنه ومؤسفه ولا تشرفنا، ولكن انا غير تنقول حذاري ما نقولوش اودي داك الشيء واقع تما، لانه كاينه السياسه الاجتماعيه، لانه حتى اللي تيقولوها صحيح ليسوا في الحكومه اليوم، ولكن كانوا في الحكومة السابقة أو في الحكومة التي قبلها أو في الحكومات التي بدأت منذ الاستقلال. فنفرزوا، نكونوا من الذكاء السياسي ومن النظرة الاستراتيجية الكبيرة والوطنية اللي نفرقوا بينتها. اليوم عندنا خصم واحد هو اسبانيا، اللي هي لم تحترم المغرب ولم تحترم مصالح المغرب ولم تحترم الجوار. نتوجهوا لها. المشاكل ديالنا الداخلية ماشي ما بداتش البارح وما غتنتهيش اليوم. هذه مشاكل راه عندها المكان ديالها والزمن ديالها اللي تناقشوا فيها بصراحة وتندقوا فيها كأحزاب سياسية وكحكومات، ولكن غير ما نخلطوش حذاري، ما نخلطوش باش نبقاو بنفس القوة. لأن اليوم خصنا نبانوا، وهذا اللي كان وهذا اللي خصو يبقى، نبانوا أمام إسبانيا كتلة واحدة وطنية واحدة بكل أحزابها بكل تياراتها بكل مؤسساتها في مواجهة إسبانيا، باش تعرف بأنه راه تواجه بلد واحد موحد قائم وقوي، اللي هو تيقول لها كفا، خصك تعبري بأنه العلاقة ديالك مع المغرب هي علاقة خصها تكون مبنية على الاحترام المتبادل، على المصالح المشتركة، وعلى الاحترام ديال السيادة ديال المغرب، وعلى الاحترام ديال الوحدة الترابية ديال المغرب.